الرحمن الرحيم. السيدات السادة أعضاء مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم نيل ثقة مجلس النواب في جلسة يوم أمس. نسأل الله أنه نكون في مستوى ثقة الشعب وممثليه في هذه الفترة العصيبة، مرحلة فيها من التحديات الشيء الكثير، لكن الهمة والعزيمة وهذه الشخصيات والعناوين المحترمة وهمة العراقيين وصبر الشعب وتضحياتهم أكيد راح تكون كلها حاضرة أمامنا حتى نقدم الأفضل ونثبت أنه إحنا أهلا لهذه المسؤولية في هذه الفترة الحساسة. جديتنا في إجراء الاستلام والتسليم اليوم في عطلة رسمية ورسالة أنه مجلس الوزراء هذه الحكومة مستعدة ومتهيئة وجادة أن تعمل ليل نهار بدون عطل بدون أي تفاصيل أخرى. احنا نذرنا أنفسنا وقتنا كله لأجل هذه المهمة. صار حديث في الجلسة البارحة أنه مسؤوليتنا كنا مسؤولية تضامنية في مجلس الوزراء، الكل معنيين بالقرار وندافع عنه مع احترامنا لعناويننا السياسية الثانوية، ولائنا الأول هو للعراق. راح تباشرون بالاستلام مع الوزراء السابقين. أتمنى إجراءة استلام هادئة مو صاخبة كأنه احتفال عندنا أو فتشي. ذكروا هذا الشعب اللي ينتظر سنة صار له من غير المعاناة، فمجرد استلام أصولي بسيط ويتباشرون مهامكم. كشف الذمة المالية لهذه الحكومة خلال أسبوع أريده يكمل ينجز، وراح تكون إن شاء الله أول حكومة تقدم كشف الذمة المالية خلال أسبوع. ما أريد أي وزير يصدر أوامر ويبدأ بتغييرات وتعديلات في وزارته. ما أريد نبين وكأنه إحنا جاي ننتقم أو جاي نحذف ونلغي الناس اللي موجودة. كل الموجودين هم موظفين في الدولة العراقية. عندنا رؤية للتقييم، الكل راح يكون مشمول بهذه الرؤية. من ينجح من ينفذ المهام يبقى، أما اللي ما ينجح أكو تلكه، لا والله عندنا مؤشرات وتقييم وتقارير راح نتحدث بالتفصيل. فاللي أرجوه نبتعد عن أي قرارات متسرعة في بداية عملكم. مدير المكتب من الوزارة غير مقبول يجي من أي جهة سياسية من خارج الوزارة. ما معقولة بالوزارة كلها ما عندك فد موظف أنت تعتقد بثقته وبكفاءته. وبتدرون أكو حكومات سموها حكومة مدراء المكاتب، فاللي أرجون انتبه لهذه القضية. وهذه طبعا راح تكون فد رسالة اطمئنان للوزارة أنه هذا الوزير مهني جاي يبحث عن أفضل أنزه أكفأ أكثر خبرة من الموظف في الوزارة يجي كلفه. ولو شعده مدير شعده الوزير اللي يجيب له شخص من حزبه يجيبه مثلا من الوزارة سين إلى الوزارة صاد اللي ما لها علاقة لا بالتخصص ولا بالخبرة ولا بالكذا.